يجب أن تسحب الثقة من الحكومة، لأن الحكومة فاشلة في أدائها الأمني والسياسي. نحمل مسؤولية الحكومة إذا لم تقوم بواجبها. ولفشل الحكومة المستمر وتقاعسها وفسادها اللامتناهي، فقد أقر المجلس بعد نقاش طويل وعميق تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية، بل ورث الآراء التي طرحت في المجلس وتقديمها على شكل تقرير غدا. معظم ما طرحه هو سحب الثقة من الحكومة. قضية اغتيال عبد الكريم جدبان قضية سياسية محضة، وقلت أكثر من مرة ثم في حديث المجلس أن الاختلافات السياسية والمذهبية إذا كانت ستكون مبررة للقتل أعتبر هذه ظاهرة خطيرة، وأن اليمن يتجه المجلول تماما. نحن لا نريد أن تترك الحكومة القضايا كلها للثأر، يجب أن تكون حريصة على هذا الولد، على هذا البلد، لأنه لو رجعوا قتله لتلافينا الجرائم الأخرى.